السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ليت صباح. فيديو إن شاء الله عن الليتكس. راح يكون الفيديو عبارة عن أجوبة عن أسئلة سألوها بعض الأخوة والأخوات عن الليتكس، فحاولت إنه أسوي كلاسيفيكيشن على الأسئلة، والأسئلة تكون يعني about إنه هاي المواضيع الأربعة الموجودة. فإن شاء الله من فصاعدة راح يكون أي شيء أسئلة عن الليتكس أجمعها كل فترة وحاول أسوي بها فيديو الإجابة عنها، حتى تكون الصورة واضحة وسهلة بالنسبة للأخوة والأخوات. قبل ما نبدي نجاوب على الأسئلة، أحب أنوه أنه اللي يشوف هذا الفيديو لأول مرة وما عنده فكرة عن الليتكس، أكو 2 فيديوز سابقين يعني عن ليتكس، بارت 1 وبارت 2. فاللي عنده حاب يطلع عليهم شرحنا بهم الليتكس وبارت 2، هم من فصاعدة راح يكون أجزاء أخرى موجودة على تشانل مالتي. فاللي يحب يطلع عليهم قبل لا نبدي يبدي بهذا الفيديو حتى يكون عنده صورة واضحة عن الليتكس. أول شيء عندنا وأكثر سؤال يعني سؤال هو الكويشنز. الكويشنز المعادلات الرياضية، شلون طريقة كتابتها، وهل أكو طريقة سهلة لكتابة الكويشنز المعادلات. وأكثر يعني استفسار كان يصير عندهم errors من يسوون يكتبون الكويشنز بالليتكس. طبعا الليتكس واحدة من أهم الصفات اللي بيه هو أنه هو سهل عملية كتابة الكويشنز وبصورة سهلة وبسيطة. فاليوم راح نعطي بعض التولز، بعض الأدوات. الصيغة اللي أول شيء لازم نعرفه، طبعا نروح لبيئة الليتكس، راح أشرح على هاي البيئة مالت الأوفرليف، هو نفس اللي يطبق هنا هو يطبق بالبرنامج الليتكس يعني الأوفلاين. هذا الأونلاين فيرجن مالته، أو اللي هو يسمح لك إنه أكثر من شخص يشتغلون على هذا نفس الشغلة. فاللي حاب إنه يتعلم يعني يعرف أكثر عن الأوفرليف ممكن نسوي فيديو لاحق، بس اللي يصير هنا هو نفسه يصير بالليتكس، ماكو أي فرق. مثل ما قلت الإكويشن شلون تنكتب. أول شيء لازم تكتب محتوى الإكويشن اللي هي تبدي بهاي الصيغة، فتقدر أنت تأخذ هاي الصيغة نفسها وتكتب يعني وتنزلها وتغير المحتوى مالتها على الإكويشن مالتك. أول شيء تنكتب الإكويشن بهذا الشكل، وراح يبقى ثابت دائما إنه هاي الصيغة إنه begin equation وتنتهي بend equation، وكل label، وهذا الليبل هو معناها اسمها حتى من استدعيها بالنص بالtext مالتي بالcontent مالتي البيبر او التكست، حتى الcontext يعني حتى اقدر انه اشير الها. فاللي يتغير هو هذا المحتوى، محتوى المعادلة، المحتوى المعادلة. مثل ما تشوفون هسه مكتوبة بهذا الصيغة أمامكم، هي موجودة هنا بهاي الصيغة، يعني هاي موجودة هاي المعادلة اللي ما نشوفها. سنزوم هاي المعادلة مثلا. فاستدعاها بالنص هي انه انت تكتب سلاش ريف ريفرنس بين قوسين equation نقطتين والليبل مالتها اللي هو مثلا هنا انا كاتب ري. زين هسه نجي هسه عرفنا شلون نستدعيها بالنص، وعرفنا انه شلون نكتبها نغير محتواها. نفرض مثلا انت عندك معادلة بهذا الشكل، انه j لل i equals s divided by d equals summation x multiply times y. هاي عندك المعادلة مثلا، وتتحولها تكتبها بصيغة الليتكس. ونفس الوقت الحلو بالليتكس انه انت يضيف معادلة بأي مكان راح يسوي رينمبرنج، يعني راح يسوي ري اوردر، راح يعيد ترتيب هذه المعادلات. يعني اذا تشوف انه مثلا ساي كويشن 4، انا اريد بعد كويشن 4 تصير كويشن 5 هنا بعدها، وهاي تتغير تصير كويشن 6، وطبعا البقيه هاي كويشن 6 تصير 7 والى ما هاي نفس اي. ان شاء الله انه انت الحلوه بالليتكس انه انت تقدر يسوي ري اوردرنج على كل شيء، تشابترز، الفصول، كويشنز، اي شيء. فهذا الحلو بالليتكس. زين واحدة من اهم التولز اللي انا استخدمها وانصح بها لكتابة المعادلات هي هاي التول. هاي التول موجودة اونلاين، الحلو بها انه انت تقدر تختار هاي رموز الليتكس المعادلات
وتقدر تكتبها هنا ويطلع لك الاوتبوت هنا. اذا اكو غلط راح يقول لك اكو خطأ في الموضوع، واذا اكو واذا صحيحه تاخذها نفسها. زين نرجع لمعادلتنا. عندي يقول لي جي للآية، اول شيء اقول هاي كابيتال جي اريد اندر، فاروح ادور بالرموز. شوف الرموز هنا، كل الرموز اللي تشوفها هي لها مجموعه، لها اي رموز انت تريدها، سميشن كويشنز، هاي كل الرموز الموجوده. هسه انا شريد اريد اندر الجي، فاروح هاي الاندر، فتح لي قوس يقول لي شنو تريد انت. انا بالمعادله ايش عندي؟ عندي جي، اخلي جي. اوكي صار اول شيء equals يساوي، بعدين وراه شي يريد يقول اس على الدي. انا شريد اريد قسمه، هذا القسمه عندي اي على البي، احط الاكس على الدي، عفوا الاس على الدي، هاي الاس على الدي. تشوف هنا أنا قدامك تتنبني المعادله، فاي خطا راح يكون مشكله بهذا، يعني تطلع لك ايرور يقول لك هذا ايرور اكو خطا بالموضوع. زين كمل المعادله. بلس هاي بلس بلس عادي، طبعا هنا أنا كل العلامات البلس والماينس والديفيشن والهاي كلها موجوده هنا، لان المعادلات اللي انت تريدها كلها موجوده، يعني لا تدخليها. طبعا البلس والماينس هي نفسها، بس المالتبلاي تايمز يعني الضرب هذا علامة التايمز، وموجودة كل العلامات اللي انت تريدها ان شاء الله، حتى الفاكشنز كوساين ساين واي شيء. نكمل المعادلة. اريد سميشن للاكس للواي، اريد ادور سميشن، هاي عندي سميشن على الاي على البي، الاول الاكس للواي. زين بعدها اطلع من القوس، بعدها شريط اريد x مول تايمز الواي، هاي x y تايمز وهاي الواي. شوف عندك صارت عندك المعادله كامله، وتقدر تضيف المعادله كما هي. طبعا هذا الويب سايت جدا رائع، تقدر تجيب حتى رموز ليتكس من اي من مكان وتقدر تخليه هنا، فتقدر تشوف المعادله. هسه ارجع للتكست مالتي، انا اريد اضيف هاي المعادلة، اخذ هذا المحتوى كما هو، اسوي له بيست، اجيب المحتوى الجديد اللي انا عندي، وغير هذا المحتوى، هاي اول شيء صار هسه المحتوى الجديد مالتي هذا، الليبل لازم يتغير لانه راح يصير نفس القديمة، فيصير R1 انتبه على الفقرة، الليبل لازم يتغير وما يصير two equations نفس الليبل. زين مثلا اريد اشير لها بالنص، مثلا as in مثلا equation، اخذ هذه الفقرة مثلا للسرعة. شنو الليبل الجديد؟ هو R RE1، اضيف لها 1، صار عندي كويشن جديدة. لما نجي اشوفها على المحتوى مالتي، مثل ما تشوفون معادلتنا اجت هنا اوكي، ونضاف لها هنا وصارت as in equation 5، وبنفس الوقت حدث الكويشن بعدها صارت 6 والبعدها صارت 7 وهكذا، يعني سوى تحديث على المحتوى مالتي. فبهاي الحالة وبنفس الوقت اعطاها النمبرنج، يعني اعطاها الرقم مالتها الفايف، فسوى ابديت. بهاي الحالة تقدر تكتب اي معادلة بصورة سهلة وبدون اي مشاكل، ومهما كانت المعادلة تقدر تكتبها بهالسهولة هاي بدون ما انه والنمبرنج هو قلنا الاوردرنج هو راح يكون. هذا الويب سايت مثل ما قلت سابقا، هذا الويب سايت راح اضيفه هنا بالديسكريبشن. قبل ان نطلع من الاكويشنز اريد انوه انه خاف رمز معين سامبل ما تلقى بهاي السامبلز، اكو ويب سايت ثاني هذا اسمه ليست اوف ليتكس ماثماتيكال سامبلز، هذا راح اضيفه من بالديسكريبشن. هذا كل شيء يخص الليتكس
equations بي. يعني مثلا التك سامبل شلون يكون بالليتكس؟ اذا تريد هاي الاي هيجي هاي العلامه معناها سلاش مثلا هاي الالفا مثلا بي بيتا سلاش بيتا. شوف ذا كابيتال وذا سمول. فكل الرموز تشوفها هنا اي رمز رياضي مقابله بالليتكس شنو ممكن تخلي. يعني هذا مثلا اذا تاخذه مثلا هذا الرمز تاخذ هذا الرمز وتروح مثلا مالتنا السوفت وير وتخلي تشوفه يطلع هنا موجود عندك بالسوفت وير مالتك. هذا تشوفه موجود بالسوفت وير مالتك. فهذا البرنامج هذا الويب سايت يتيح لك انه تشوف الكويشن بدون مشاكل وبعدين تاخذها وتخليها بالليتكس مثل ما شوفناكم. وكل الرموز قلنا هاي الرموز ما صورك رمز يعني ما موجود كل رموز الكويشنز. هذا الويب سايت ان شاء الله راح يكون موجود عندنا بالديسكربشن مال هذا الفيديو. زين ننتقل للسؤال الثاني اللي هو اللونج تيبل. اللونج تيبل اللي واحد احد الاخوان سأل انه عنده مشكله انه كل ما يضيف تيبل طويل فمن تخلص الصفحه يختفي التيبل يروح تحت الصفحه الاخرى. شلون نخلي التيبل يعبر على الصفحه الثانيه والثالثه والرابعه؟ بنفس الوقت هم نفس السؤال انه سأل انه شلون اخلي الورقه مو فيرتيكال يعني مو شكل هوريزونتال اريدها بشكل يعني فيرتيكال بحيث انه تكون بشكل افقي ومو عمودي فحتى يكون لان الجدول يكون به معلومات كبيره. جدا سهل قبل اي قبل ان نحكي على هذه التفاصيل اي شيء جديد مرات يحتاج الى باكج. هاي الباكج دائما تنضاف في بداية الملف. دائما تلقون بداية الملف مثلا هيجي سلاش باكج يوز باكج. الباكج هاي لازم تكون موجودة حتى تدعم هذا الشيء اللي انت تسوي. حتى نسوي لونج تيبل لازم عندنا هاي الباكج اللي هي اسمها سلاش يوز باكج بين قوسين لونج تيبل حتى تقدر تضيف لونج تيبل. زين نشوف مثال على اللونج تيبل. عندنا مثلا هنا هذا اللونج تيبل سلاش بيجين لونج تيبل والكابشن احنا شارحين التيبل سابقا. الكابشن هو التايتل مالته يعني العنوان مالته الليبل حتى تشير اله وبقية المحتويات هذا العنوان مالته عناوين التيبل وهاي المحتويات مالت التيبل. لما نشوف مثال هذا وينه خلنا نصغر حتى تصير الصورة واضحة. مثل ما تشوفون هاي الصغلة الورقة عموديا وهاي شو اسمه افقيا. وطبعا اللونج تيبل عبارة عن تو بيجز مو شرط انه نسويها. طبعا نسينا ان شاء الله انه نقولها انه حتى يكون التيبل بالشكل الافقي يعني بالشكل هذا الافقي يعني على عرض الصفحه وبالشكل الافقي لازم تنضاف قبل التيبل بغض النظر ان كان لونج تيبل او شورت تيبل فقره اسمها لاند سبيس. لاند سبيس تنضاف قبل التيبل وبنهايه التيبل اند سبيس. اوكي يعني فهنا مثال هذا الشيء حتى يصير. فمو اذا نشيل هذني راح ترجع الصفحه بشكل عمودي وراح مثلا مرات ما يكفي فتضطر تنحشك المحتويات بعضها فيكون ما مفهومه. بس اذا مو شرط انه تجي التيبل مالتك يكون اصغر فما يحتاج تسوي هذا اللونج تيبل. راح اخذ مثال اللونج تيبل واخلي لكم اياه بالديسكربشن يعني هذا التيبل واخلي لكم اياه بالديسكربشن مالت الفيديو عفوا. فأهم شيء لا تنسى انه تخلي الباكج وشغله ثانيه تخلي كلمه لونج تيبل مو تيبل عادي مثل ما شرحناها سابقا. السؤال الثالث اللي يقول الارابيك لانجويج. احد الاخوان سال انه انا استخدم ارابيك لانجويج بس تطلع على شكل روبش بالتكست مالتي فشلون اعالج هذا الشيء؟ حتى تعالج هذا الشيء اكو موجود عندنا لازم نضيف باكج تدعم اللغة العربية نفس الحالة اللي هي هاي الأرابيك. هذا نيت 3 باكجز
اللي موجودة عندك ذني الفور عفوا الباكجز ذني حتضيفهن بالبداية وبعدها عادي يدعم اللغة العربية. هذا مثال مش مثل ما تشوفون وش يدعم اللغة العربية بالليتكس ماكو أي مشكلة، فلازم نضيف باكج حتى تقدر تتعامل ويا اللغة العربية. هذا المثال راح أخليه بالديسكريبشن حتى اللي يريد يستفاد من عنده. السؤال الثالث اللي الرابع عفوا refer to the section، يقول أحد أخوي يقول أنا بالتكست أنه أريد أشير إلى السكشن الفلاني، يعني مثلا أنا أقول كما موضح بالسكشن الفلاني أو as described in مثلا هيجي more details about مثلا X topic بالسكشن الفلاني، فشون أشير إلى؟ هذا جدا سهل. أو أي تيبو مثلا أنا أريد أشير لهذا الجزء، أي جزء حتى تقدر أشير إلى كان section يعني رئيسي أو subsection أحتاج إنه أعطي label، هذا label مالته slash label بين قوسين وخلي label مالته مثلا هنا T، أوكي T هنا عندي label مالته T أو مثلا هذا R label مالته وهكذا. فأنت لازم تنطي label section أو subsection. شلون أشير إلى بداخل النص؟ مثال خلينا نشوف مثلا هنا سلاش مثلا وانا سلاش ريفرنس واسم السكشن، فش راح يطلع عندك؟ يقول لك كما موضح بالسكشن الفلاني. مثلا خلينا نشوف هنا كبر التكست، شوف هنا كاتب لك هنا which is more explained in the section وحاط لك إلى الرقم مالته اللي هذا، من تضغط عليه يوديك للسكشن اللي هو يقصده فيكون بهذا الشكل حتى يشير إلى أي ناس داخل التكست مالتك. هذا بما يخص هاي الأسئلة، إذا أي استفسار أو أسئلة ممكن ترسله عن طريق الإيميل، عن طريق الكومنتس اللي موجودة تحت الفيديو. الإيميل مالتي icci@gmail.com. وإن شاء الله يكون الفيديو مفيد وشكرا جزيلا.